نوصل ذيك العام 74 بعد عامين بدات تخدم على كل شيء وبدينا خذت صدمة. هي من الاول ما ثماش حتى خمس ست شهور خذت صدمة نحكي في القلعة من برا ذكاء المخرط والوصول. علاش مش سمى سيد معتمد القلعة يا ربي شو اسمه نتذكر اسمه سيد صادق الدلال خلي صغيري يبعث وقتها أكثر من أني متخرج أتخرج يعني متخرج عام سنة دراسية 69-70 دخلت عام 70 قاري بعث لي مع السيد المدير قال له أني نقبل نخرج من الكلاس بعث لي المدير قيم قال لي قال لك صادق قال لك المدير بتخدم عليا للدير خمسة الأخر ختمت عليه قال لي لو سيد معتمد في انتظارك سنة قدك حالة ما تخرج تصل بي بعد مني طار في هذه بعد مني هذه الطاعة من عاشور مش بيه قال لي والله لا قال لي ما عاش ختمت له يا مرحبا يا أستاذ يتفضل كذا إلى آخره قعدت صار البير قعدت جابوا لي قهوة والله ناف علاش قعدت شنو ما قال لي الصادق توا في القلعة ثم الفرقة النحاسية وصل لي عني بيعديك ومكانتك بالصحة وكذا إلى آخره كما تعرف أما مش تعمل مزية مش تواصل مجهود في بلاد أخرى شنو بلاد أخرى قال لي مش كون الفرقة في أكودا كنا في القفية قودة وشوف وقتنا كيفاش وشوف الصدق والله احنا توا عندي طارف انا كأستاذ انا في التعليم شوف الوقت بالعمل وأستاذ موسيقى بركة والمعهد يعجب ألاف تلامذة وكل يقرأوا الموسيقى وانا سنة يقرأ وقت البرميسيكا سنة أولى والثانية والثالثة بعدش ما وردت بسيون في الباك إلى آخر قال لي ما نعرفش عليك شد ما نعرفش عليك لابد باش تكون لفرق مشات الذكرى كاك مشيت قلت له سي مصطفر سي مصطفر هو سيد معتمد برحلية وهكا 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 مقتاش قال لي مش مقتاش مش تكون لهم ما نعرفش عليك يعني قالت الحكاية مدة حتى زاد عاود علي المعتمد وزاد مرة ثانية وثالثة ورابعة حصل ومشيت وكونت لهم في الفرقة في كودا شراب الآلات وقتها وكونت لهم محمد رباصر يعني كنت من مؤسسي الفرقة النحاسية في كودا لا هم الحقيقة لحد الآن طوى بنتها الفرقة فيها بتحب وقدم كان فيها سي محي الدين كداس رئيس اللجنة كانت معاه إبراهيم باباي معلم الدار كل اللي احترموني لحد الآن حتى مو كبروا طوى كل شيء عندهم الواقع عارفين لا الحقيقة اعترفوا لا الحق ناس طيبة لله الله محمد أسست الفرقة النحاسية بيا كودا بعدها حدخلت الفرقة ولات واخذ صداء وصلنا تقريبا 75 أنا حش وقتها دار ثقافة أكسبان أنا كذبان دار ثقافة خالة تتبني منا ما طلبنا تقبل وشنو شافق النشاط إلى آخره وحركونا عشكون دشنها وقتها ما ينسيت تعرف أنا دار ثقافة البلدية في السوق بلا ذكي هذيك دار ثقافة متاعنا دار ذكي وعلى شورت بلدية هي والله مش لازم نقول نقول والله يقول ولازم باش تقال الموضوع تاريخ سي صادق احنا هذه وثيقة هذه شهادة احنا نحبوها للأجيال القادمة ما يسألش ربما هذه حاجة ربما توجع شوية ما يسألش حقيقة مش طرف ثقافة هذه شافوا النشاط كمان ولدت كل النواد نادي تصوير الشمس نادي تمثيل نادي الموسيقى ما تفهموش هذيك هي الأول نادي شطرنج نادي
العاب تيك بونك، لطب صح تقول تاع تيك بونك، معناها كل النوادي موجوده وقسمنا تدخل الفوق مقسمين هكا بيوت بيوت كل حد وناديه. والنشاط الحقيقه شنو نقول لك، وبنينا منصه معناتها كما نقولوا سجادي حتى ما حتى لين عملنا من الداخل في الصاله في القاعه الباهو نتاعها عملنا منصه بالسيمان هكا وشنو وصلت الحكايه لسي صالح دكتور صالح المهدي الله يرحمه طار مدير مدير الموسيقى والفنون الشعبيه الوزاره، وقتها ما شاهدش مع حد يعني هو الكل في الوزاره تقول كاين هو الوزير وقتها سي سعدي القريبي هو وزير الثقافه وعاد سمع يعرف يعني الصدى نتاع الصدى ما هو بلاش صدى حتى ولينا نشاركوا في المسابقات الجهويه تقع سنويا ولا نشاركوا شاركنا ونجحنا وماشيين يعني بلاش. وهو اني قريت عنده مقامات سي صالح قريت عنده كان يقري فينا بالمقامات في البعد هاني تلميذ بعد برحلي قال لي صدق راهو المهرجان الجهوي باش يقع في القلعه الصاله المقبله خذ على حسابك من تو مهرجان جهوي للموسيقى؟ مهرجان جهوي للموسيقى راهو باش يقع الفرقه كل بتاع راهو باش يقع في القلعه. وجا قال نعم علمنا عندنا الثقافيه في مصر وكل شيء وقع وقتها مهرجان وكان وقتها مجموعه معنا احنا نحضروا في الفنون الشعبيه كان عندنا الحضره ويقولوا حضره كي تقول حضره يمشي بال الانسان الحفله بتاعك الناس وهي الحضره الحضره بلاد وكذا. عندنا احنا كمان عندنا فرقه نتاع فرقه نتاع الحضره هذه نتاع بايك فرج يقولوا فرج زقاب بايك فرج زقاب هذا عنده فرقه وعندها الصف يعملوا الصف وكل بلياقة عرس يجيبوا يسمى الحزب بعد يجيبوا الحزب يقولوا بلان شو عنده ولا عنده حزب غالبا ما يعملوا حزب الحزب شنو هو؟ بدا صف يسطحوا كيف تعرف الفرق اللي يبداوا يسطحوا بالاثنين اثنين معناها نزول صعود كان عندنا فرقة ممتازة وممتازة جدا. الشيء اللي خلى سي صالح قال لي باش تحضر لك الفرقة بتاع صفر بالك صالح باستثناء الموسيقى ووقتها حضرناهم وشينا لهم زي حضرنا لهم زي البلايز بتاع قبل مشينا وكناطرة البيض قبل زي شعب وعملوا رقصة عملوا برنامجهم أبهرة لصالح وقتها تاريخ وقتها قداش سي صادق؟ قلت لك والله ذكرت بالضبط تقريبا 76 77 في السبعينات هنا موثق والله عندي بعض التصاور ما عرفش نحاولوا نطلعوا عليهم من بعد نحاولوا نطلعوا عليهم من بعد سي صادق نجيب لك البعض حصيل يعني كان كان العرض كان ناجح ونال اعجاب الجميع. على ذكر كلمتك ناجح ذكرت حاجة هكا وقتها عملنا الصف الحزب عملنا الصف بتاعه وكانت القصات منسجمة يعني واحد من الناس قالت بها كيش يقع الصف هكا يبدأوا يسطحوا انسجام ومنها كيش يطلعوا اثنين وحدهم ومنها كيش يطلعوا ثلاثة ثلاثة ما شيء والله العظيم شيء مبهر والله انا شخصيا غاضي سمعت شيء هو كمل الصف هذاك كل شيء يعمل هك هو كمل الصف الناس كبار رجال كبار وفيه كهول شوية روحوا على روحهم بعد شبلك بزاد ما كملتش البرنامج بتاع السهرة قال لي صادق اسمع كل الفرقة باش بتاع الحزب باش تعاود وفرد صالح روحه قال لي بالله كذا قال لي روح خويا وقت ما تخلي واحد
دخلوه في قوه، دخلوه في شخصيه الحق الحول حقوقه بر، قد جابوه تباوسوا كذا. هو ظهر خوه، خوه ذا كان في امريكا، وكي جي يلقى يعني خوه صالح ضايا يلقاها في صحراء، وهو خوه ضايا يحب السهرة هذه وشنو الحق، ما الحق عليه. جي حتى القلعة شيء غريب، قال لي نحب نوريه هكا الحزب، والله العظيم درنا درنا لحقنا، ما روحوا ما نجمش نلموهم، ماذا ما أعجب يعني مريت. والله نفكر في والله قلبي وجعني كي نتذكر النشاط.